صباح الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. وكل يوم بيتجدد اللقاء معاكم على مدى ساعتين في هذا الصباح، ومعانا موضوعات كالمعتاد مختلفه ومتنوعه. معانا موضوع عن التحالف الوطني، مشروعات تنمويه وقوافل طبيه في جميع المحافظات بيقوم بها التحالف الوطني، هنعرف على عن تفاصيلها اكتر، وهنعرف ايضا الخدمات ايه طبيعتها وكيف سيستفيد منها المجتمع بالتحديد المحافظات. في أيضا دراسة هنلقي الضوء عليها، الدراسة دي بتكشف مخاطر تفاعل الجمهور مع المواد الإعلامية الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي. هنتكلم عن هذه الدراسة وعن خطر هذه المواد الإعلامية الزائفة، وهنتكلم كمان النهاردة عن ذكرى وفاة الكاتب والروائي الكبير الدكتور يوسف إدريس. دي بعض الموضوعات اللي هنكون بنناقشها معاكم النهاردة على مدى يومنا. وبعد الفاصل هنكون معاكم كالمعتاد في جولة منوعة مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. معاكم كابتن محمد سمير وكابتن رنا، النهارده هنتمرن تمرين على ازاله وحرق الدهون في الجيم، ونشوفكم بعد الفاصل. واول تمرين معانا هيكون بالكاتل بيل، وهيكون بالشكل ده. تمام، ثاني تمرين معانا هيكون بالشكل ده. ثالث تمرين معانا هيكون بالشكل ده. نبدا ننزل على ايدينا بالشكل ده، نفرد جسمنا، وهبدا ركبتي تلمس القلب بتاع بالشكل ده، احاول اسرع رجلي شويه. تمام، ورابع تمرين معانا هيكون بالشكل ده. وبكده تكون خلصت تماريننا، ورب تكونوا استفدتوا، ونشوفكم في حلقة تانية. أهلا بكم مرة تانية. عقدت لجنة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء اجتماعها بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا نتيجة الظاهرة غير المسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة. صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه المحافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر نظرا لقلة معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بهم. كما كلفت لجنة الأزمات كافة الوزارات المعنية بمتابعة معدلات الاستهلاك والقدرة المتاحة وأبرز المعوقات أمام تنفيذ خطة تخفيف الأحمال للعمل على حلها. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء انطلقت الدورة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج، والذي نظمته وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وافتتحته الوزيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بحضور وزراء المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي، ومشاركة كبيرة من الجاليات المصرية بالخارج.
في نسخته الرابعة انطلقت فعاليات مؤتمر المصريين في الخارج تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والذي نظمته وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بمشاركة أكثر من 1000 من أبناء الجاليات المصرية بالخارج. يهدف المؤتمر إلى مناقشة عدد من القضايا والتحديات وبخاصة في المجالات الاقتصادية وإيجاد حلول لها من خلال الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج. الحرص على تيسير سبل ربط أبناء مصر في الخارج بالوطن الأم وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشأ بمصر والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء جمهورية جديدة. أنا بقول لل 12 مليون مصري في الخارج، اقتصاد مصر مبني علينا إحنا أهالينا، احنا في الخارج بنساعد اهالينا هنا ومصر هي امنا، فلازم نساعدها بكل مجهوداتنا. التحويلات المصرية لازم تزيد ولازم نصرف من البنوك المصرية عشان الاقتصاد ونوفر العملة الصعبة لبلدنا، ده اللي احنا عاوزينه دلوقتي. وبحسب المشاركين من الجاليات المصرية في الخارج فإنه يجب الاستثمار في العنصر البشري وجذب العديد من المستثمرين المصريين بالخارج باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين. الرسائل اللي بنوجهها للمصريين في الخارج في دور جهود الدولة المصرية في الوقت الحالي ان هما رسالتين مهمين، ان مصر معاكم، انتوا من ضمن التطور الشامل والموسوعة الشاملة اللي بتتم في الوقت الحالي على ارض الواقع في خطى الجمهورية الجديدة بيزود الولاء والانتماء للمصريين. احنا منزلين دلوقتي 5 مكانات قلب صناعي هنتبرع بيهم لمستشفيات صعيد مصر، يعني مع وزارة الصحة، التنسيق مع وزارة الصحة، وان شاء الله صندوق تحيا مصر هو اللي يخلص لنا الاجراءات دي. مؤتمر المصريين بالخارج يعد واحدا من منصات التواصل بين أبنائنا من الجاليات المصرية خارج البلاد في دعم الاقتصاد الوطني في ظل توجه القيادة السياسية لبناء بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تنمية الاقتصاد القومي في ظل الجمهورية الجديدة. أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر ظلت لأكثر من 20 عاما لديها عجز أولي بنسبة تتراوح ما بين 3-5%، إلا أن العام المالي الماضي هو أول مرة نحقق فيه فائدا أوليا بنسبة 1.3%. خلال انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج أشار معيط إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.2%. تنطلق اليوم 5 جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي على مدار جلستين تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام الإشكاليات والحلول. قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت 78.8% هذا العام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم لإعلان تفاصيل وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة. أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية ماراثون الثانوية العامة لعام 2022-2023 من خلال الإعلان عن النتيجة للدور الأول للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح 78.8%. لازم أتقدم بالتهنئة لأبناء الطلاب في نهاية ماراثون الثانوية العامة، وهي وعايز أقول لهم إن شاء الله لما تضحكوا في الجامعة هتعرفوا أن الثانوية العامة كانت أمر يسير، وطبعا بتمنى لهم في الحياة الجامعية رحلة موفقة وإثبات الوجود، وده الحاجة المهمة جدا. خلال المؤتمر تم تكريم أوائل الثانوية العامة بأقسامها المختلفة. الحمد لله، عشية الساعة 9 مساء المكتب الوزير بلغنا بالنتيجة، افرحت طبعا وسجدت لله شكرا، توفيق ربنا قبل كل شيء. كنت بنقسم يومي عادي نعمل أهداف يومية ونحققها، والحمد لله الحمد لله. أشاد وزير التعليم بدور أبناء الوزارة في تنسيق ودعم الامتحانات هذا العام، حيث ساهم الجميع بخروجها بشكل مشرف وحصول الطلاب على حقوقهم. أتقدم بالشكر لجهات كتيرة قوي شاركت مع وزارة التربية والتعليم في
في إتمام امتحان الثانوية العامة. فإحنا عندنا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وعندنا التموين والكهرباء والاتصالات والصحة والأوقاف، وكمان بالأخص مباحث الإنترنت اللي كان لها تعاون كبير معانا في عملية الامتحانية في رصد بعض الحالات. أعلن رضا حجازي عن فتح باب التظلمات يوم الخميس القادم من خلال موقع الوزارة على أن يتم عرض الإجابات النموذجية للامتحان والمقارنة بإجابات ورقة الطالب المخصص لها باركود لضمان التصحيح. يأتي هذا المؤتمر ليعلن نهاية ماراثون الثانوية العامة لعام 2022-2023 وتبدأ مرحلة التعليم الجامعي، ونتمنى كل التوفيق لطلابنا في المرحلة القادمة للمساهمة في بناء مصر في المرحلة القادمة. منذر أبو دوح، النيل. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي، تم تنظيم ندوة توعوية لدعم مرضى ارتفاع ضغط الدم ودور مؤسسات المجتمع المدني في توفير العلاج اللازم لهؤلاء المرضى. مرض ارتفاع ضغط الدم الرئوي من الأمراض النادرة والخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة والإعاقة على مستوى العالم، وأكثر انتشارا في الدول النامية بما فيها مصر، وهو ما كشف عنه الأطباء المختصون خلال فعاليات الندوة التوعوية لدعم أمراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي وكيفية العمل على الاكتشاف المبكر والعلاج لهؤلاء المرضى بشكل فوري. المشكلة أن كل 5 بيموتوا في أول 5 سنين، لها 4 درجات من 1 لـ4 بيقسمها مؤسسة الصحة العالمية. لو لحقتها بدري في المرحلة الأولى ممكن تنقذ المريض، لما تيجي الدرجة الرابعة تبقى في مشكلة كبيرة. المشكلة في المرض ده إنه بيخش العيان المستشفى أكتر من مرة، فبالتالي هو ما بيقدرش يقوم بحياته بقى، لحياته الاجتماعية، حياته العملية، ما يقدرش ينجز خالص، ومكلف، دخول المستشفى مكلف، ما كانش فيه أدوية. لما ظهرت الأدوية الحديثة هي غالية، تم بحث اجتماعي لهم عشان تقدر تديهم الدواء ده مجانا أو بسعر رمزي. والتعاون برضو التأمين الصحي أو نفقة الدولة، الحقيقة طريق اليو بي اي أو الشراء الموحد، واخدوا تسعيرة كويسة جدا لو بيدوها للمرضى مجانا. في لو انت خدت الدواء ده خلاص هتحسن الشرية بنسبة 48%، الوفيات بتقل بنسبة 50%. الفئات الكتيرة دي تخلي لازم يبقى فيه تشخيص مظبوط عشان يبقى فيه علاج مظبوط. طب الكلام ده بيجي ازاي؟ بيجي من خلال المراكز المتخصصة زي اللي موجود في القصر العيني أو في معهد القلب، إن هو المراكز المتخصصة دي بتقدر إنها تساعد المريض وتوصل معاه للتشخيص عشان ياخد العلاج المظبوط. نيجي نقطة العلاج بقى، ليه بقى بنتكلم على نقطة العلاج؟ العلاج في بعض الأحيان ممكن يبقى مكلف جدا، فبالتالي بقى محتاجين دعم من الجمعيات اللي هي موجودة أو المنظمات المجتمع المدني تساعد معانا في إن هي توفر العلاج ده للمرضى. لازم نساعد بعض كلنا عشان نقدر نوصل بحاجة جيدة للمريض، خدمة جيدة للمريض. كما تم خلال الندوة التوعوية استعراض دور المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية في توفير العلاج الملائم للمرضى نظرا لارتفاع تكلفته الباهظة. عندنا 34 كيان موجودين في 27 محافظة، فاحنا ازاي ان احنا نستغل الموارد بتاعتنا اللي موجودة في الكيانات المختلفة، سواء كانت متطوعين او ناس عندهم الخبرات المختلفة سواء طبية او غيرها، ان احنا ازاي نبقى بنوعي بالمرض وبنساهم في حاجة زي كده مع مؤسسة مرسال. وده بيبرز دور المجتمع المدني، مش بس ان احنا بنقدم مساعدات مادية او حاجة زي كده، ولكن احنا بيبقى لينا دور في لما بتظهر حاجة جديدة او بتظهر امراض ان احنا ازاي نبقى بنشارك فيها. احنا بندعم كل المرضى في كل الامراض ايا كانت، بس بنحاول نركز اكتر مع المرضى اللي محدش بيدعمهم، زي مرضى الامراض النادرة ومنهم مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. حاليا معانا 110 مريض مسجلين بياخدوا علاج شهري بتكلفة عالية تتجاوز 1.5 مليون جنيه شهريا، دي طبعا ميزانية ضخمة على اي مريض انه يقدر يدفع ده، بالاضافة لخدمات تانية زي الرعاية المركزة ومولدات الاكسجين. ارتفاع ضغط الشريان الرئوي واحد من الامراض النادرة والخطيرة التي تتطلب الاكتشاف المبكر والعلاج الفوري، بما يدعو تضافر الجهود المجتمعية لتوفير العلاج الملائم منعا لمضاعفاته الخطيرة. محمد حلمي، النيل. وطبعا بنحاول ان احنا كل يوم صباحا نعرف حالة الشارع وحالة المرور بشكل عام قبل ما الناس تتوجه الى اشغالها. معانا عبر الهاتف اللواء احمد هشام الخبير المروري. صباح الخير يا فندم.
لأسرة البرنامج ومشاهد الكريم، وإن شاء الله يوم مشرق سعيد للمصريين. يعني نحب نعرف لو حضرتك عندك ملاحظات معينة تحب تنصح بيها الناس قبل ما تتوجه لأشغالها، لو في تحويلات مرورية أو أي تغييرات في الشوارع في بداية اليوم. مفيش شك طبعا معلوم ان اليوم الثلاثاء ورشة عمل رسمية للعاملين باجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاع العام والقطاع الخاص، وبانطلاق السادة الموظفين الى اعمالهم والسادة المواطنين الى كافة المصالح الحكومية والخدمية لقضاء احتياجاتهم. كل هذا وذاك بيتم في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الظهر الصباحية. لذلك استعدت الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع دارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات ومساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل، مع تعزيز الخدمات المرورية على كافة مناطق الأعمال وكذلك على المتنازلات المطلة على المسطحات المائية وكورنيش النيل ومنشأ أهل مصر وأيضا المناطق التجارية بمناسبة تواجد السادة المطلين لتلك الأماكن، بهدف منع أي انتظار خاطئ وإرشاد قائدي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. أذا بالإضافة أيضا التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور محافظات القاهرة الكبرى لانطلاق خطوط السير السريعة ذهابا وإيابا بمناسبة تواجد السادة المواطنين إلى القاهرة الكبرى لتحقيق احتياجاتهم والعودة مرة أخرى إلى المحافظات الأخرى موطنا الأصلي وأيضا المدن الساحلية، حيث تم تعزيز تلك الطرق السريعة بمجموعات الدراجات البخارية والسيارات الغاز الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة وزارات التأكد من التزام قيادي السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور. الحمد لله في تحسن في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وصلت ل 38 و37 درجة مئوية، ساعد بشكل كبير على الإقلال من أعطال السيارات في الشارع المصري، وبالتالي ساعد بشكل كبير على تسهيل وتسهيل الحركة المرورية. حاليا سيولة مرورية على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية، لكن من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة هيكون في كثافات متحركة وخاصة في المناطق الساخنة المؤدية إلى الوزارات الخدمية وإلى كافة المصالح الحكومية التي تردد عليها المواطنين. حاليا يوجد غلق كلي للطريق للتصدرات في الاتجاهين بداية من سور مطار حلوان الحربي وصولا للماور دوراني قبل الطريق السعيد الحر، وذلك بمناسبة أعمال القطار الكهربائي السريع، وتم إجراء تحويلات مرورية بنفس الموقع بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرورية من خلال وجود علامات إرشادية وعلامات تنظيمية وخدمات مرورية بنفس الموقع أيضا. أيضا غلق كلي للطريق 26 يوليو في اتجاه القادم من طوبري 15 مايو ونادي الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، وده هيسمم لمدة 6 أيام بسبب مشروع استكمال مشروع مونوريل خط وادي النيل بالعجوزة 6 أكتوبر، وتم تحويل الطريق الآخر إلى اتجاهين بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرورية أيضا وسط تواجد خدمات مرورية وعلامات إرشادية. التزام قاضي السيارة وأيضا فرض المشاة بتعليمات رجال المرور وخاصة في ساعات الظهر الصباحية وساعات الظهر المسائية، ده بيساعد بشكل كبير على تسهيل وتسهيل الحركة المرورية. أيضا بالنسبة لتواجد الطلاب إلى الجامعات وإلى الكليات والمعاهد العسكرية التي تستخدم إليها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، تم وضع خدمات مرورية على كافة تلك الأماكن العامة بهدف منع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وإرشاد قيادي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المرورية بنناشد السادة قيادي السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين. وأقل كلمة لحضرتك. نعم، أشكرك سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا لك. استغرق الأمر من العراقية نور داود سلمان أكثر من عامين لتقنع عائلتها وذويها بالسماح لها بتعلم رياضة الكاراتيه، فمع معارضة أهلها لهذا الأمر تمسكت نور برأيها إلى أن تحقق لها ما أرادت بعد نحو عامين، لتصبح الآن مدربة كاراتيه وفنون قتالية في أكاديمية للفنون القتالية ببغداد. تعتقد نور أن تعلم فنون الدفاع عن النفس وسيلة للنساء ليس فقط للدفاع عن أنفسهن في المواقف الصعبة، لكن أيضا لزيادة ثقتهن في أنفسهن. يقول آصف محمد صاحب الأكاديمية أن عدد الفتيات اللائي يلتحقن بدروس فنون الدفاع عن النفس آخذ في الازدياد، لكن بعض الناس ما زالوا يعترضون على فكرة ممارسة النساء لهذه الرياضات. نعم،
نعود مرة أخرى للخبر الخاص بانطلاق اليوم الخامس لجلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي على مدار جلستين تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام والإشكاليات والحلول. معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عيد، أحد المشاركين في الجلسة اليوم. صباح الخير أستاذ حسام. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وأستاذة المشاهدين. يعني لو تقول لنا تفاصيل أكتر عن ما سيتم مناقشته اليوم في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور الاقتصادي. يعني إن شاء الله بإذن الله في النهاردة مناقشة في المحور الاقتصادي، لجنة الدين العام وعجز الموازنة لبحث إشكالية ارتفاع الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي، وبحث سبل يعني انخفاض الدين خلال الفترة المقبلة وعجز الموازنة، وده اللي بيؤدي إلى مزيدا من عجز الموازنة. واعتقد ان كان في بعض المقترحات من الاحزاب والقوى السياسيه لتقديم بعض الحلول للانخفاض او دفع الدين العام الداخلي والخارجي نحو الانخفاض، وده اللي احنا بنناقشه خلال جلسه اليوم، وتم مناقشته خلال اخر جلسات المحور الاقتصادي بالاسبوع قبل عيد الاضحى المبارك. وذكرت المقترحات ان لابد من التوقف او تخفيض الحصول على المزيد من الاستدانه او الاموال الخاصه بالتمويل لمشروعات يعني يكون ليها عائد طويل المدى او متوسط المدى. اعتقد ان كانت المقترحات كلها تتجه نحو المزيد من الاستثمارات قصيرة الأجل التي بيكون ليها عائد أو مردود سريع جدا على الناتج القومي الإجمالي، وده بالتالي هيكون هناك هيكون ليه نتائج إيجابية جدا، منها انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي، ومنها أيضا مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة، وده اللي هيتيح للحكومة التوسع في بعض الأنشطة الأخرى، وهيتيح سيولة لزيادة وتعميق برامج الحماية الاجتماعية في حياة المواطن التي يستفيد منها المواطن في ظل الأزمة المالية الراهنة، وتوفير أيضا يعني تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر هي صلب الاقتصاد المصري وهي بطل المرحلة خلال الأزمة العالمية الراهنة التي يشهدها العالم وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. تعتبر الأزمة في حد ذاتها هي نقص إمدادات وقلة معروض من السلع والخدمات الأساسية، وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وانخفاض حدتها على الاقتصاد المصري، ومزيدا من الإنتاج ومزيدا من الناتج القومي الإجمالي المصري، وده هيؤدي الى الخروج بامان من الازمه العالميه. واعتقد ان يعني تفهمت جدا اداره الحوار الوطني بالمقترحات واهتمت جدا، وخاصه السيد رئيس الجمهوريه كان بيتابع هذا الملف بشكل شخصي وبشكل يعني باهتمام كبير. اعتقد ده كان نوع من انواع يعني القدره او الاهتمام بهذا الملف الهام جدا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمة مترتبة على الأزمة الجيوسياسية، ودي اللي دفعت معدلات التضخم نحو الارتفاع. أعتقد إن إحنا نحتاج إلى مزيدا من المقترحات لاتجاه الدين العام نحو الانخفاض، وده بالتالي هيؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فائض زي ما كان المستهدف خلال الموازنة بالعام الماضي بتحقيق فائض يعني ما يقرب من 1.5%. أعتقد إن إحنا إن شاء الله هنقدر نصل إلى مقترحات من شأنها يعني نحقق انخفاض في الدين العام بين الداخلي والخارجي، وده هيكون من خلال الاتجاه نحو أدوات تمويل أيضا منخفض ومنعدم التكلفة زي أسواق المال، زي المنح والمساعدات التي يعني تدخل او نستفيد منها في
هل في توجه نحو تعديل في السياسات الماليه في الفتره المقبله؟ يعني من اهم السياسات الماليه اللي احنا كنا بنتكلم عليها هي ضروره خفض النفقات الحكوميه بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا، ده عن طريق دمج بعض الهيئات وبعض المقترحات التي يعني من شانها ايضا تدفع نفقات نحو الانخفاض وترشيد الاستهلاك الحكومي للنفقات الحكوميه، وايضا الاهتمام الكبير جدا ووضع سياسات من شانها ايضا زياده الايرادات بالموازنه العامه للدوله بخلاف طبعا الضرائب. نعم. يعني احنا بنتكلم على الاستخدام الامثل لموارد الدوله سواء موارد طبيعيه او موارد صناعيه بمختلف القطاعات الانتاجيه، عطاء وتوجيه التمويلات او الاموال الخاصه بالتمويل في المشروعات والقطاعات الانتاجيه اللي يكون ليها عائد على المدى القصير، وده هيكون ليه مردود ايجابي ايضا على الناتج القومي الاجمالي بشكل مباشر وسريع. اعتقد ان دي من ضمن السياسات اللي احنا كنا بنطالب بيها، ونتقدم بمقترحات جلسه النهارده لترشيد النفقات الحكوميه وزياده الايرادات بخلاف الضرائب خلال جلسه اليوم. نعم. اشكرك الخبير الاقتصادي حسام عيد احد المشاركين في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم. نروح لحالة الطقس اللي نحب نلقي عليها الضوء كمان في بداية اليوم عادة في هذا الصباح، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. معانا دكتورة منار غانم عضو المجلس الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير دكتوره منار. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. احنا لاحظنا تحسن طفيف في درجه الحراره ونسبه الرطوبه في اليومين الماضيين، هل ده يعني مقدمه لتحسن عام في الطقس ولا دي مجرد موجه؟ لا، هو احنا طبعا عدنا للمعدلات الطبيعيه، الاجواء الصيفيه المعتاده في فصل الصيف. يمكن بالفعل احنا الاسابيع الماضيه على مدار اسبوعين كنا بنشهد موجه شديده الحراره، درجات حراره اعلى من المعدلات، وصلت 38 و40 درجه مئويه على القاهره الكبرى، وكان كمان ده في الظل المحسوسه كانت وصلت ل 44 درجه مئويه. مع بدايه هذا الاسبوع بدات درجات الحراره تنخفض، بدات تنخفض بحوالي 3 ل 4 درجات ونسجل درجات حراره 35 درجه مئويه، ده بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على انخفاض درجات الحراره، لكن في استمراريه لارتفاع نسب الرطوبه. يمكن ارتفاع نسب الرطوبه هي العامل المهم في احساسنا بدرجات الحراره، بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، واللي متوقع ان هي تكمل معانا على مدار شهر 8. احنا شهر 8 يعتبر ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه، امتداد منخفض الجو الموسمي، معظم الكتل الهوائيه بتبقى جامده على البحر المتوسط بتتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه اللي بتتجاوز 90% على السواحل الشماليه، بتتجاوز 85% على القاهره الكبرى والوجه البحري، وده اللي بيزود احساسنا بقيام درجات الحراره بحوالي 3 ل 4 درجات. على سبيل المثال اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقعه في الظل 36 درجه مئويه، لكن محسوسه نتيجه وجود نسب رطوبه توصل ل 39 درجه مئويه، اجواء شديده الحراره راكبه فتره النهار. كمان فترات الليل بدانا نحس نوعا ما بانخفاض درجات الحراره وبعض نسمات الهواء اللطيفه بعد يعني الموجه اللي احنا شهدناها، احنا بدانا نحس بانخفاض درجات الحراره، وجود نشاط رياح احيانا بيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء فترات المساء وساعات الليل، لكن اجواء فتره الليل ايضا هي اجواء صيفيه مائله للحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه. الاجواء دي على مدار هذا الاسبوع مكمله معانا، يعني احنا على مدار هذا الاسبوع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 35 و36 درجه مئويه طبعا في الظل. وارد يحصل موجات ارتفاع في درجات الحراره طبعا في شهر 8، لكن مع بدايه الاسبوع اللي جاي هيكون في ارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره توصل ل 37 درجه مئويه، لكن الموجات اللي احنا ممكن نشهدها في شهر 8 وعلى مدار شهر 8 هتكون موجات خطيره، يعني في موجات هتبقى فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره لكن مدتها حوالي 3 4 ايام بالكثير، درجات الحراره مره اخرى تعود في المعدلات. اللي ما كانش طبيعي في شهر 7 ان الموجه استمرت معانا اكثر من اسبوعين متواصلين،
ده زود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. مهم بس جدا ناخد احتياطاتنا بشكل كبير، لان احنا لسه على مدار شهر 8 هو ذروه فصل الصيف بسبب ارتفاع نسب الرطوبه واحساسنا بارتفاع درجات الحراره، فلازم بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فتره الظهيره من 12 الظهر لحد 4 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه درجه الحراره العظمى ويبقى ذروه ارتفاع درجات الحراره. لو اضطريت ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس الشمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وعدم الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، نص الميه تبقى موجوده في الجسم على مدار اليوم. طبعا نرتدي الملابس القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون. تدريجيا ان شاء الله مع بدايه شهر 9 يبدا منخفض الهند الموسمي يتراجع، نبدا نقترب من فصل الخريف، هنبدا نحس ان نسب الرطوبه بدات تقل تدريجيا مع تقدم شهر 9 وكمان درجات الحراره. انا بشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك.